بخطوات واثقة تتجه الشابة هيلين نحو نادي لكرة الطائرة في مدينة عامودا بالحسكة، ذاك الذي وجدت فيه سبيلاً لتحقيق حلمها وتنمية هوايتها في رياضة غير مرحب بها للسيدات في المنطقة، لكن تشجيع أهلها ووقوفهم بجانبها دافع قوي لأن تستمر مع رفيقاتها في التدريب وبذل الجهد. الطائرة الأمطار هي لعبة، إنه لعبة جماعية ولعبة ودية، وهي الطائرة أصلاً سيدات، بحب كثير الطائرة إنه هي هوايتي، وتلاقيت صعوبة من الجيران كانوا يقولوا إنه بنت تلعب طائرة، إنه هي فكرة ما بالأول منيحة، بس أهلي شجعوني تشجيع الكامل، وتلاقيت تشجيع منهم وكثير بسط على هالتشجيع شجعوني. لا تنحصر الرياضة النسائية في الحسكة على كرة الطائرة، فلكرة القدم انتشار كبير في السنوات الماضية، حيث بدأ الأمر بتنظيم دوري كرة القدم النسائية بفريقين فقط، لكنه سرعان ما تطور ليصبح هناك 5 فرق ستتنافس فيما بينها على حصد لقب دوري الجزيرة السورية، إذ تبذل اللاعبات والمدربين جهداً مضاعفاً نظراً لعدم توفر البنية التحتية وغيرها. الدوري بدأ في 2016 و2017، هذه السنة الثالثة. نحن كأندية في غالبية تعاني أولاً عدم وجود ملاعب جاهزة، كما ترى هذا الملعب لا يصلح حتى للممارسة كرة القدم، ولكن نحن مجبورين. بالنسبة للمعوقات غير الملاعب أيضاً، هناك المستوى مثلاً التعاون العائلات في البداية كان صعباً جداً. بدورها لم تجد علا تشجيعاً من أهلها لممارسة كرة القدم، لكن شغفها بهذه الرياضة يدفعها للتحدي والاستمرار. اخترت هالرياضة لأنها هوايتي، وطبعاً واجه صعوبات بسبب الملعب وما في تشجيع من الأهل أبداً. 105 لاعبات في منطقة الجزيرة السورية يمارسن كرة القدم، وسط تفاوت في استحسان أهالي المنطقة لهذا الأمر، ناهيك عن المصاعب الكثيرة، لكن الإرادة الصلبة مع الأمل سلاح هؤلاء الفتيات الأقوى.